استاذ غسان مطر. ارجوك ما تقتلنيش، ما تموتنيش، ما تخطفنيش، ما تاكلنيش. ما تخافش يا حزلقوم، انا مش جاي اذيك، انا جاي اساعدك. مش حضرتك راجل شرير؟ لا لا شرير، لا لا شرير، لا. والمصحف شرير؟ لا لا شرير، لا. امال حضرتك ايه بالظبط؟ للاسف الناس فاهمه غلط. مش حضرتك غلط. راجل شرير؟ لا لا شرير، لا لا شرير، لا. والمصحف شرير؟ لا لا شرير، لا. والمصحف شرير؟ صح. الله الله، انا حبيتك قوي يا استاذ غسان بجد، وقلبي سرقح لك، وعايز اخد نصيحتك. يعني دلوقتي المهمه طلعت كبيره قوي عليا ومبهوقه، مش عارف اعمل ايه، انصحني. انا جاي اقول لك كلمه واحده بس، باي باي يا كوتش. والمصحف شرير؟